سارة دي من المعلمين الله يرحمها، كانت زي السنة دي كانت في حفلة التوقيع معانا وعملت حادثة وتوفاها الله. فمن وقت ما هي توفاها الله واحنا كلنا بقى الكيان بتاع كلام معلمين ده كله، هي كلنا متبنيين ان احنا الصدقة جارية ليها وان احنا كلنا ما بنبطلش دعاء ليها وعلى طول فاكرينها. فالنهارده التوقيع احنا عاملينه حاطينها كده قدامنا ان محدش ينسى سارة. سارة كانت موجودة المرة اللي فاتت معانا زي النهارده وزي اليومين دول، فعمرنا ما ننساها ان شاء الله. لا خالص، هي من بص انا حتى ما بحبش اقول فانز، هم اولادي، هي كانت من اولادي الحمد لله، ربنا يرحمها ويحسن اليها يا رب. تحت امرك، تحت امرك. ايه؟